يا اهلا بحضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في اي بطوله من بطولات الاسكواش العالميه والدوليه لازم هنلاقي لاعبتنا المصريين والمصريات متصدرينها ودايما متوجين بيها على طول. دي في حد ذاتها حاجه طبعا الى جانب ان هي مصدر فخر وسعاده كتير كبيره جدا لينا، لكن كمان بتخلينا نفسنا ان اللعبه دي تصبح لعب يعني لعبه اولمبيه. النهارده هنتكلم عن واحده من البطولات الدوليه اللي بتقام دايما في مصر ودايما بتنظم بشكل محترم جدا وكل الناس بتشيد بيها، وهي بطوله بلاك بول للسكواش. وهيكون منورنا في اولى فقراتنا ضيفنا العزيز استاذ محمد رائف مدير البطوله. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل. وحضرتك كنت معانا بس من سنه بقى يعني من سنه تقريبا كان ليها حظ بالظبط، بس كنت منورنا. بس نرجع بقى تاني ايه نتذكر ونتكلم اكتر عن البطوله ونتكلم عن الجوائز وايه اللي جد بقى. يعني احنا بنتكلم اهو من سنه عايزين نعرف ايه اللي جد في البطوله. البطوله السنه دي في ديسمبر، احنا يعني النادي متعود ان هو تقريبا سنتين كل سنه بنعمل بطولتين في السنه، واحده بنعملها في ديسمبر وواحده بنعملها في مارس، وكل بطوله بتبقى بتحتوي على اثنين ايفنت، واحد رجال وواحد سيدات. البطولة السنة دي ديها تصنيفها ذهبي، جوائزها 225,000 دولار. هي بيشاركنا فيها 48 لاعبة ولاعب. احنا خلصنا بطولة السيدات يوم 16 وبدأنا يوم 16 على طول بطولة الرجال. مين فاز بالسيدات؟ نور الشربيني المصنفة رقم واحد فازت باللقب، وهي كانت شكلها كان مصمم جدا و جاهزه بشكل كبير جدا. برافو عليها. وقدمت في الحقيقه ماتش يعني راقي جدا ما بينها وما بين اللاعبه الواعده هانيا الحمامي، واستطاعت ان هي تحصل على اللقب. احنا النهارده السيمي فاينل في الرجال هيتلعب النهارده الساعه 8 بالليل. عندنا اربعه بيتنافسوا. علي فرد هيلعب مع اللاعب مصطفى عسل الناشئ الواعد اللي بيلعب باسم النادي الاهلي، وده هيكون ماتش يعني جميل، انصح الكل ان هو يتفرج عليه. الماتش الثاني هيكون لاعب النيوزيلندي بول كول هيلعب مع طارق مؤمن، مع مروان الشرباجي. مروان الشرباجي اسم كبير، واخو كريم الشرباجي الاثنين. لا اخو محمد الشرباجي. سوري، محمد الشرباجي. الاثنين احسن من بعض. الحقيقه محمد الشرباجي يعني تربى على عرش السكواش كتير فتره زمنيه طويله. مروان الشرباجي عمل امبارح ماتش كويس جدا قدام طارق مؤمن واستطاع انه يفوز، والنهارده بيلعب السيمي فاينل. والدتهم على طول بتبقى معاهم برضو، حضرتك اكيد عارف يعني. طبعا هي يعني الدعم العائلي ده في لعبه فرديه زي السكواش بتكون مطلوبه، ووالدتهم طبعا بقت علامه من العلامات المميزه اللي الكل يعني بياخدها قدوه في الحقيقه في دعم الابناء يعني في اي رياضه. جميل. يعني من اكثر الرياضات اللي فعلا واخدين فيها كمصريين وضعنا على الصعيد العالمي، ودايما بتلاقي ان الى حد كبير احنا حتى بننافس بعض كمصريين في المباريات النهائيه في اي بطوله دوليه للسكواش. ايه سر التفوق المصري في رياضه السكواش؟ اسرار هي في الحقيقه. يعني احنا بقالنا اكتر من 12 سنه تقريبا متسيدين رياضه السكواش على مستوى العالم. اللعيبه المصريين سواء كانوا ناشئين او محترفين هم اللي بيحتلوا الصداره، رجال وسيدات. رجال وسيدات في الحقيقه. طبعا. انا في الحقيقه شايف ان هي عده اسباب كبيره، منها ان احنا عندنا قاعده كبيره جدا في مصر من الناشئين، والقاعده دي في الحقيقه مش موجوده في اي حته في العالم، فعلى طول في تفريخ، في بيحصل تفريخ كتير بيطلع في الموضوع. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا كم من اللاعبين المحترفين بشكل كبير جدا موجودين في مصر، توزعين على كل الأندية. كل النشئ بتاعنا صغير بيحتك وبيشوف ويشوف الأبطال دي بتتصرف إزاي، وكله عنده طموح وشغف إنه هو يبقى زي هؤلاء اللاعبين. المنظومة الإسكواش في مصر في الحقيقة إحنا عندنا مجموعة مدربين محترمين، الأندية كلها فيها إسكواش بشكل عالي جدا، عندنا الاتحاد المصري للإسكواش بيرعى اللعبة بشكل عالي، الدولة أصبحت بتولي اهتمام كبير جدا للرياضات الفردية ومنها رياضة الإسكواش. بنشوف البطولات اللي زي اللي احنا بنعملها دي على طول، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي متواجد على طول وبيرعى وبيشرف على هذه البطولات. الموضوع ده كله بيبقى مشجع. النهارده بقت في مؤسسات ماليه بترعى
اللعبه كويس. بقى في رعاه من شركات تجاريه بيدوا رعايه لهذه الرياضه، لان عندنا ابطال عالم فيها. طبعا عندنا بقى دور مهم جدا، وانا متخيل انه مش موجود في حته في العالم غير في مصر، هو دور الاهل الاسره. الاسره المصريه بتصاحب الطفل من سن 4 أو 5 سنوات في ملاعب السكواش لغايه ما توصله للاحتراف، وبرعايه غير مسبوقه. يعني انا بشوف اولياء امور اباء وامهات بيسيبوا حياتهم كامله وبيتحركوا ورا الاولاد عشان يدعمهم، بيوفر له تدريب كويس، بيدور له على احتكاك جيد، بيدور له على ادوات رياضيه متميزه. وفي الحقيقه هي طبعا لعبه الى حد ما مكلفه ولابد من وجود الاهل في مصر. في الحقيقه الموضوع ده الاسره المصريه بتتميز جدا في رعايه الابناء. صحيح، هو كلامك مظبوط جدا، ويمكن مش هنقدر هنا نقول بس دور الام، لان احنا بيجي لنا ابطال بيتكلموا برضو قد ايه الاب بيبقى داعم وبيقف معاهم وبيوصلهم يعني بصراحه الاب والام عاملين فعلا زي ما حضرتك بتقول المصريين دول، ويمكن كمان واصل فيه كان معانا كذا حاله جد وجده يعني والاخوات. لا بجد تحيه فعلا للاسره المصريه فعلا. وفي ثقافه متغيره برضو استاذ احمد، يعني استاذ محمد عفوا، الفكر اتغير. زمان يمكن ما كانتش الاهالي حاطه في دماغها قوي الرياضه مع التعليم، كان التعليم اهم. دلوقتي الفكر اتغير، فاصبح عندنا نتاج ده ابطال كتير وفي رياضات مختلفه لما الفكر فعلا زي ما حضرتك بتقول يعني. فدي نقطه فعلا فعلا تحسب يعني. حضرتك عندك حق طبعا. احنا النهارده لو بصينا على الابطال هنلاقي كل الابطال المصريين متعلمين تعليم جيد جدا. يعني لو انا اخذت على سبيل المثال نوران جوهر، نوران جوهر لاعبه رقم 2 المصنفه على العالم، وبتدرس في الجامعه الامريكيه وبتدرس هندسه. يعني لو قلت مثلا علي فرج المصنف رقم 1 خريج هارفارد وهندسه. لو انا قلت خدت من الرعيل الاقدم وقلت عمر البرلوسي كان بطل من ابطال العالم وخريج جامعه امريكيه، وكل الابطال بتوعنا متعلمين تعليم جيد. كمان النهارده اصبح امريكا مثلا الجامعات الامريكيه بتدي مساحه كبيره جدا لرياضه السكواش، وبتدي سكولرشيب لكل المتميزين في السكواش. فحضرتك كل سنه هتلاقي 4 أو 5 مصريين من ولادنا بيسافروا يدرسوا في الجامعات الامريكيه. يعني مثلا هارفارد مثلا حاليا بيدرس فيها مش اقل من 4 مصريين بيدرسوا وكلهم واخدين سكولرشيب من السكواش. ده النهارده بقت الاسره المصريه عندها الوعي زي ما حضرتك بتقولي، التعليم لازم يمشي بالتوازي مع الرياضه. صح، لان الجسم السليم في او العقل السليم في الجسم السليم. وكمان جميل ان الدوله يعني ردا على التفوق والتسيد المصري يعني عالميا في الرياضه دي، برضو هي كمان بتوليها كثير جدا من مظاهر الدعم والاهتمام باشكال مختلفه، يمكن على راسها او من اهمها المشروع القومي للناشئين. عايزين برضو حضرتك تكلمنا عنه. والله ده من المشروعات المهمه جدا، ويعني وزاره الشباب والرياضه اخذت المبادره بانها تدعم هذه الرياضه اللي احنا متفوقين بيها، وبدا يبقى في مشروع لرعايه البراعم الموهوبين في هذه الرياضه. وده مشروع بيضم عدد كبير جدا، وفي الحقيقه انا الوزاره برضو بتنشره في اكثر من محافظه مش بس في القاهره، لكن بدا يروح على محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا، فأصبح المشروع بيمتد لهذه المناطق. الوزارة وبرضو عندها في مؤسسة مالية كبيرة بترعى هذا المشروع بأسعار رمزية، وبيوفروا الملاعب وبيوفروا المدربين للولاد عشان نطلع القاعدة، نزيد من القاعدة وقاعدة الممارسين. وحضرتك كنت تفضلت في المقدمة وبتكلم على دخول اللعبة للأولمبياد. بالظبط، هذه الرياضة عشان تخش لازم على مستوى العالم كله أن قاعدة الممارسين تكون كبيرة جدا تزيد، لازم اقتصاديات اللعبة حاصل إلى حد كبير. والله لا، على مستوى العالم ما زلنا لسه محتاجين زيادة أكتر في البنية التحتية، في عدد الملاعب على مستوى العالم، زيادة أكتر في القطاع التدريبي، زيادة أكتر في قطاع الممارسين. الكلام ده كله كل ما يزيد هيؤدي ويسرع بان خطوات الاتحاد الدولي مطلوب منه برضه دور كبير في ان هو يدعم دخول هذه الرياضه لو دخلت الدورات الاولمبيه بقى ضمننا شويه ميداليات زي الفل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا قريت في اكثر من موقع على مستوى العالم ناس بتناشد
او بتنادي بتقول الفرصه الوحيده لدخول السكواش مصر الاولمبياد ان مصر تنظم اولمبياد. ليه؟ لان لو مصر نظمت الاولمبياد هتختار على الاقل ليها حق في ثلاث لعبات اي ثينك انها ممكن تدخلهم، ف 100% مصر هتدخل ساعتها هيحصل في يوم من الايام هيحصل يعني وقريب ان شاء الله. بمناسبه البطولات بقى، احنا ليه ما يبقاش في تنظيم بين البلاك بول هذه البطوله ومثلا احد المنظمين العالميين، احنا نعمل عندنا بطوله عالميه على ارض زي بطوله الجونه وغيره، بس احنا نعمل حاجه ثانيه مشابهه ليها، ليه ده مش في فكرنا؟ لا هو ده حاصل يعني، هو اكبر بطولات على مستوى العالم بتبقى عددهم 7 بطولات في السكواش. بطولة بلاك بول واحدة من السبعة العظام أو الكبار اللي بينظموا على مستوى العالم. برضو الجونة أحد البطولات من السبعة الكبار اللي بيتنظموا على مستوى العالم. هي جوائز بلاك بول تبقى إيه؟ مالية. منين؟ لا مين السبونسر؟ في المؤسسة المالية الكبيرة اللي هي بتدعم السكواش بشكل عام جدا، وانا مش عايز اقول اسمها طيب ولا اقول طيب يعني هي لا مش لازم طيب. شركه و هي مؤسسه ماليه كبيره احد البنوك الكبيره وبتدعم رياضه السكواش بشكل عام في مصر، وبتدعم دلوقتي بتدعم بطوله الجونه، بتدعم بطوله الاهرام، بتدعم بطوله بلاك بول، وهي اللي بتقدم الجوائز الماليه في الحقيقه بالكامل. بس ارقام حلوه يعني 250,000 ما علقتش انت عشان انت واحد على الملايين. طالما الراعي بنك فاحنا مطمنين. مش كده برضه يا فندم ولا ايه؟ لا ده حاجه جميله وحاجه مطمنه طبعا. انا برضه عايز اسال حضرتك على تفصيله كده، في رياضات معينه يعني في عالم الكشافين الناس اللي بيروحوا يشوفوا المواهب المدفونه اللي موجوده في القرى والكفور والنجوع، في رياضات معينه ممكن تلاقي مواهب كبيره جدا يعني عندهم يعني ناس كتير عندهم مواهب يمكن فذه في بعض الاحيان، بس ايه ما حدش يعرف عنهم حاجه لمجرد ان هم في اماكن نائيه وبعيد خالص عن الاضواء انجاز التعبير، زي كره القدم كده من قديم الازل بتتلعب في الشوارع وتحت الكباري الى اخره، لكن الكلام ده لا ينطبق على السكواش. ففرصة ان احنا ممكن نلاقي مواهب في السكواش في اماكن نائية في مصر بيتهيألي تكاد تكون معدومة، نظرا لعدم وجود ملاعب مبدئيا، ونظرا برضو لعدم وجود امكانيات تخليهم يجيبوا المضارب والمعدات المطلوبة للرياضة دي. هل دي حاجة ممكن نتداركها بعد كده بحيث ان يبقى عندنا مصادر مختلفة لجلب الابطال المستقبليين في مصر؟ اكيد انا شايف ان وزارة الشباب والرياضة بتهتم يعني برعاية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. مراكز الشباب على مستوى الجمهورية منتشرة بشكل كبير، وأنا شايف إن الدولة بتولي رعاية ليها يعني تحديث البنية التحتية بتاعتها وتجديدها وشايف وده شامل ملاعب السكواش؟ شايف إن في ملاعب سكواش بتدخل في الموضوع وبدأ اهتمام. نقول لو حطينا ده جنب مشروع القومي لرعاية الموهوبين اللي بيمتد للمحافظات يعني بينتشر في مكان. لو أنا قلت الاتحاد المصري للسكواش، الاتحاد المصري للسكواش بيرعى 4 مناطق على مستوى الجمهورية، متقسمة لجمهورية مصر العربية لأربع مناطق. عندنا منطقة اسكندرية ودي بتنظم بطولة على مستوى كل الأندية المصرية. عندنا منطقة القاهرة ودي بتنظم بطولة كبيرة على مستوى كل المحافظات. عندنا منطقة وسط الدلتا وعندنا منطقة بورسعيد. المناطق دي يبقى ان يبقى الاتحاد يفكر ان يبقى في منطقه بتشمل صعيد مصر. طبعا لو المناطق دي هي اللي بتمد ايديها وبتحاول توصل لزي ما حضرتك قلت الاماكن المتطرفه اللي ينفع يتعمل فيها بنيه تحتيه. برضو السكواش لما الشركات والانديه الخاصه تبدا يعني انا اعرف ان في نادي خاص بيتعمل في طنطا في عدد ملاعب لا تقل عن 10 ملاعب. احنا نادي خاص عاملين 19 ملعب سكواش. لا في زينا كثير شركات طالعه بتمارس او بتنشئ انديه بتستثمر في الرياضه، وبالتالي حتى تزيد الملاعب في كل حته في القاهره. في الحقيقه في مشروع ثاني برضو احنا بنجهزه وهنعرضه على معالي وزير الشباب والرياضه، ان احنا بنفكر ان احنا نقدم مشروع انشاء ملاعب اسفل الكباري الجديده اللي عماله تنشا بشكل حضاري وبشكل حلوة متميز. حلوة واحنا في الحقيقه بنجهز لهذا المشروع وهنعرضه على معالي وزير. بس تحت الكباري مش كبير يعني هو يتسع ملعب او ملعبين يعني احنا بنفكر في ان يبقى تحت الكباري في اماكن متميزه 2 ملعب ومعاهم كافتيريا صغيره بشكل حضاري ومتميز، وده هيؤدي الى نشر هذه اللعبه. وده بيفكرني بحاجتين،
أول دولة كانت بايونير زي ما بيقولوا في هذا الموضوع كانت مصر. ترجمة. لا في الحقيقة. معانا برضو مش مترجمة. مصر كانت الاتحاد المصري للسكواش من سنين طويلة أنشأ في مدينة نصر 4 ملاعب موجودين في الشارع. ودي كانت لأول مرة تتعمل. أمريكا دلوقتي بتنشر ثقافة عمل الملاعب في الشوارع بحيث أنها تشجع على انتشار اللعبة وتشجع الممارسين بشكل أكبر. بس الملاعب دي هتبقى برايفت يعني خاصة ولا أي حد ممكن يعني؟ لا عشان لازم أبقى لازم هتبقى بتيكت يعني ولا برايفت برسوم للتعامل عشان تحافظي عليها. الملعب لازم بيحتاج رعاية، بيحتاج صيانة، بيحتاج. بس هي مش لعبة شعبية يعني برضو عشان أفهم، هي مش لعبة شعبية، ممكن تبقى ملعب خماسي حاجات زي كده أي حد هيدخل يلعب، بس السكواش لعبة للإليت أكتر أو لعبة مش أي حد بيمارسها يعني. فإزاي ممكن ده يعني نعدي او نتجاوزه بحيث ان احنا فعلا ننشر اللعبه بين يعني الناس كلها؟ احنا لو خدنا دوله ماليزيا مثال، بس احنا غير ماليزيا. لا بس خلينا بس ناخدها ماليزيا مثال. هناخد ماليزيا مثال وهقول لعبه البادمنتون اللي هي كره الريشه. كره الريشه لعبه بالمضرب، واللعبه دي منتشره في ماليزيا بشكل عالي جدا لدرجه انها تكاد تكون اللعبه الشعبيه. لو انا قلت لحضرتك اي مركز او سنتر رياضي او نادي رياضي في ماليزيا عدد الملاعب فيه لا يقل عن 48 ملعب. ونفس الفكره حتى في امريكا بس في عالم كره السله يعني. بالزبط. بتلاقي حتى بين كل بلوك مباني والتاني بتلاقي فيه ملعب. دي اكتر لعبه يعني هي برضو شعبية. لعبه شعبيه. احنا هنا السكواش بما اننا متميزين فيه وزي ما حضرتك قلت الجينات المصريه نستطيع ان احنا نحولها الى لعبه شعبيه. وانا شايف النهارده عدد الملاعب مثلا لو قلت من 5 6 سنين وقلت عدد الملاعب الموجوده في مصر كانت قد ايه، لا النهارده الاعداد تضاعفت. واحنا ماشيين في الطريق ده، عدد الممارسين تضاعف. الكلام ده كله هيؤدي في يوم من الايام انها تبقى ما فيش بيت في مصر يخلو من لاعب سكواش طفل او ناشئ او محترف. نتمنى يا رب ان شاء الله. نورتنا يا استاذ محمد بجد، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا. انا متشكر جدا وبسعد بلقائكم. ربنا يخليك. ده احنا بنشرف بوجود حضرتك معانا. نورتنا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل.